اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن محمد عبد الجليل. ازيك يا كابتن؟ ازيك كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام. مبسوط وراضي عن المنتخب؟ بنسبه 70%. صح، 70%. دي تدخل اداب وتجاره وحقوق وفي الظروف اللي احنا فيها تدخل طب جامعه خاصه. يعني تمام. كابتن سيد، مساء الفل. مساء الفل. لازم راضي على تصريحات كابتن حسام حسن اللي هي اني فيهم اللي بعد المباراه واخرها النهارده لما اتكلم على ان هو مفيش حاجه اسمها يسيب لعيب لاي نادي مهما كانت الظروف والكلام ده؟ بوجهه نظر هو المسؤول عن المنتخب وهو حر في قراراته وهو اللي هيتحاسب على قراراته بعد كده. بس ده شايفه منطقي؟ يعني لو انت مكانه هتعمل كده ولا هتبقى في تفاهمات؟ مش حكايه لو مكانه، كل واحد هو يعني اي حد بيدور على مصلحته اهم. يعني في الاول والاخر انت بتاخد قراراتك عشان تنجح. فانت بتبقى شايف ان القرار ده مناسب بالنسبه لك هتطبقه. بس استاذ احمد الخضري، مساء الفل. مساء الشباب. ماتش الزمالك اتاجل يا عم والدنيا عمال. اولا ما اتاجل، انا مالي انا بحسبك تقول لي قفشه لعب يا عم. لا ما لسه، استنى، ده احنا هنقفش على عبد الجليل وعلى احمد عيد وعلى الناس دي. بص لعب ولا ما لعبش؟ لا لعب. بدا ولا ما بداش؟ بدا. بس ادي او احنا بس انا كنت معاك. لا انت معايا، تنكرش انت معايا. قلت المال هيلعب قفشه وامام. صح، وقال لك قفشه يا امام. حصل. انا قلت لك ايه؟ يلعبوا الاثنين. ومين اللي لعب الاثنين؟ اهو. طيب وبعدين؟ وبتاع كوره وقاعدين يعلمونا كوره وتحليل الكوره. خلينا بقى ايه، انت جبت الخبر حلو. خلينا بقى نتكلم فيه كوره. ما ينفعش. انت لو بتلعب فرقه تقيله، اسمعني بس، انت لو بتلعب فرقه تقيله خدت منك نص الملعب. اولا مش فرقه تقيله، احنا قلنا في الظروف دي في الفرقه دي ما تمشي. ابقى اكمل كلامي وبعدين. كمل. انت جبت المعلومه ان هو هيلعب كويس. بالك هو الوقت هيبقى راكب الحوار لانه هو الكسبان في الكلام. حقه. انت خد كلامي، اقتنعت بيه؟ اقتنعت. ما اقتنعتش. تمام. انت دلوقتي كل الفرق التقيله الليفل القوي مفيش حاجه اسمها اتنين وفيهم واحد، لازم ثلاثه في نص الملعب والثلاثه كلهم زي امام عاشور. ليه لازم؟ لا، هي طرق اللعب بقت 4 3 3 خلاص في كل العالم كله. انت لو لعبت ضد فرقه تقيله باثنين في نص الملعب بس واحد طاير كده، نص الملعب هيتاخد منك. فده وجهه نظري. منتخب مصر لا، او النادي الاهلي عامه لما خد البطولات كانت الستاره دي وانت كنت مقتنع بيها، اللي هم 1 2 3 جنب بعض. طلع منها امام، لان امام الربع ساعه اللي لعبها او كانت حاجه محترمه، مثال للعيب اللي بينطلق من النص اللي قدام بدليل ضربه الجزاء اللي جابها، ولو كمل كان هيبقى. انما مفيش حد غيره يقدر يعمل الحته دي. فكان الاثنين قفشه وامام مع بعض. دي ده قفشه لعب 80 دقيقه. لعب لان خلاص امام خرج. يعني امام لو ما كانش خرج كان هيخرج قفشه، استحاله يخلي قفشه ال 80 دقيقه، انت فاهمني؟ وهو شكل الكابتن حسام بيلعب اثنين قدامهم واحد، في ماتشات ما ينفعش غير لازم الستاره. معرفش كلامي مقنع ولا لا؟ مش مقنع. شكرا لكلامك بس. كابتن سيد، ليك راي في القصه دي؟ مش حكايه ليا راي. ما هو كابتن عبد الجليل بدا بنقطه ان هو المنتخب نجح بنسبه 70%. هي برضو النقطه الاهم، ان ما ينفعش نحكم على منتخب مصر. على رايك نجح 70% ازاي وقفش بيلعب 80 دقيقه؟ ايوه، ما هو 70%. ما هو 70%، ما هو 30% دي عشان قفشه وكذا واحد. لا لا، وكذا واحد شالهم بسبب قفشه. اثنين ثلاثه لو لعبوا في مكانهم هيبقوا احسن من كده بكتير. كابتن سيد، هي النقطه ما ينفعش نحكم على منتخب مصر حاليا وعلى تولي الكابتن حسام. لا، ده بعد 3-4 توقفات دوليه. انما دلوقتي مفيش حاجه هتتنفذ جوه الملعب. يعني هو مش يلا يا جماعه هننفذ كذا فاللعيبه هتنفذ. لا، انت بتقعد فتره عشان تشوف فكر المدرب بيبان على اللعيبه. انما لسه بدري جدا. يعني المباراه اللي فاتت انت كويس ان انت بتلعب خصم قليل شويه، فتبدا معاه، تبدا بدايه كويسه، حققت المكسب، وده الهدف الرئيسي في الاول، ان انت تبدا بمكسب عشان معنوياتك تبقى احسن، وخصوصا ان دي بطوله على ملعبك، وان انت تلعب كرواتيا في النهائي فده شيء ايجابي بالنسبه لك. انما في الاول والاخر حتى البطوله دي كسبتها او خسرتها ما ينفعش الحكم على كابتن حسام دلوقتي او على المنتخب حاليا، لان انت هتاخدها مراحل. بعد شويه لازم هتقيم ايه الفرق بين الكابتن حسام وفيتوريا، ايه التغييرات اللي حصلت في الفرقه، ايه اللعيبه اللي دخلت على الفرقه، مين الاعمار اللي طلعت بره الفرقه. فبعد فتره هتبدا تقيم الكلام ده. انما انت دلوقتي لو جيت قيمت وبتيجي تقول مثلا ماتش مباراه لوحدها نيوزيلندا، كام لعيب اتغير عن فيتوريا؟
مفيش حد ماشي. واحد او اتنين وكلهم لظروف، صلاح لغيابه، حجازي ممكن عشان كان هيلعب المباراه الثانيه، فهي حاجات كلها الشناوي عشان متعور، فهي حاجات اجباريه مش حاجات اختياريه. انا مدخل عناصر من الفريق حتى اللعيبه اللي دخلت على المنتخب. بس هو فكره قفشه ان الكابتن حسام عايز يلعب اداء هجومي شويه على حسب المناسب المنافس اللي بتلعبه، والمنافس يحتاج ان انت تغير طريقه اللعب، ما ممكن تلعب بقفشه قدامه. وعلى فكره وقفشه ممكن يلعب ضمن الثلاثه برضه، يعني هو قفشه ويدافع عادي طبيعي جدا، لان انت لما بتلعب بواحد وواحد على يمين وواحد على شماله هما بيبقوا اقل شويه، يعني بيهاجموا بشكل كويس ويدافعوا بشكل قليل شويه لو بتلعب منافس مش قوي، فممكن يلعبها عادي ما فيهاش مشكله. مش المشكله تواجد قفشه او عدم تواجده، هي النقطه تركيبه المنتخب هتمشي. يعني مرموش مع تريزيجيه وهم بيلعبوا في مكان واحد دلوقتي، مكان واحد فيهم بيتغير. النقطه الثانيه في وجود صلاح، مين اللي هيبقى موجود الناحيه الثانيه؟ النقطه في وجود صلاح، هل هيبقى صانع الالعاب مطلوب بالنسبه لك؟ هو صلاح بيقوم بالادوار دي في ماتشات كتيره جدا لمنتخب مصر الفتره اللي فاتت. طب خضري خلاص قفش لعبه اهو يا عم. يا عم انا ما فيش معايا، احنا بنتكلم يلعب براحته يعني خلاص. لا مش انت قلت هيلعب اه والناس عرضتك الا انا كنت معاك. تمام احفظ الجمال دي يعني. حصل. لكن عايز اسالك سؤال لئيم شويه. اتفضل. السؤال يعني احنا الصحفيين اتفضل بنقرا الحاجات اللي بين السطور. اتفضل. كابتن حسام بعد الماتش في تصريحاته كان حريص ان هو يشيد جدا بموقف تريزيجيه، وقال لك وتريزيجيه والمثال الروح، وكان جاي مش مصاب يعني جاي مجهد جدا وتعبان ما كانش قادر، وجالي واصر قال انا لازم العب المباراه دي يا كابتن واول مباراه معاك وكذا 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 وكذا، ونفس الروح دي شفتها في مصطفى محمد وشفتها في مرموش. ده تلقيح على صلاح يعني؟ يمشي انه تلقيح على صلاح، ويمشي ان هو طبطب على اللعيبه ان هو برضه بيغير طريقته شويه، انه عمال يطبطب، واحنا شفنا بيسلم على لعيب وهو طالع ودي حاجه كويسه مش وحشه. لا التصريح ده بالذات تمشي طبعا، مقصود بيه كابتن حسام انا ما اقدرش حدد، بس تمشي يعني انت عايزها تمشي كده تمشي قوي. تمشي طبعا. تمشي ونص بين السطور تتقلي كده. تمشي بس هو لغايه دلوقتي الكابتن حسام مش صافي. لا ما الموضوع صعب. هو صلاح يعني حتى صلاح عامل ستوري عن تدريبات ليه في الجيم وما شارش للمنتخب باي حاجه. لا ما انا بقول لك الموضوع مش سهل، الموضوع لكن يخلص من الاول ما دام ما خلصش الموضوع صعب. بس عايز اقول حاجه على كابتن حسام، طبعا البدايات مهمه جدا جدا، انا وصعبه مش هقول لك نيوزيلندا والبطوله والدوري. عامل ستوري على الهواء. طبعا يعني لا الموضوع مش سهل يعني. بس صلاح راجع هيرجع طبعا يرجع يعني. لا عندي معلومه، لا انه هيلعب، هيرجع يلعب. لا صلاح نجم كبير يعني اضافه طبعا. لا يعني هو خلاص يعني. الناس اللي قال لك ان صلاح خلاص ملوش علاقه بالمنتخب او لا لا لا, لا 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 انا عندي المعلومه اللي عندي ان هو صلاح خلاص التجمع الجاي هيرجع ومفيش مشكله. يا راجل في حد يبقى عنده لعيب زي صلاح و ويخش بقى خناقه؟ الدنيا مقلوبه في مصر. انا بتكلم قرار صلاح صح ولا غلط؟ الدنيا مقلوبه في مصر طبعا. النهارده كلها على صور لوكا مودريتش وجنب الهرم انت عندك واحد من احسن اللعيبه في العالم. انت اصلا صلاح اصلا على مستوى العالم. والله فعلا. لا يعني صلاح كمان عندك اشهر على مستوى العالم من مودريتش. مودريتش اسم كبير ولاعيب كبير وفاز بالكره الذهبيه، بس صلاح على مستوى العالم لو جيت دول العالم شرق اسيا صلاح بيتحط بره في الكاتيجوري اللي هو ميسي ورونالدو صلاح مبابي طبعا مش قادرين نستفيد. هي النقطه دي، فهي النقطه صلاح تواجده بمزاج حد غصبا عن حد هو هيبقى موجود في المنتخب، لان هو عنوان للمنتخب. لا أكيد. هو صلاح عنوان لمنتخب مصر أكيد دلوقتي الفتره دي. فهي الموضوع تواجده لا هو ان شاء الله هيكون موجود وما فيش اي مشكله، بس هي النقطه لازم التعامل نبدا نحط يعني زي ما بيتكلم الاستاذ محمد في النقطه. انا ممكن الكلام ده يتاخد بشكل ثاني، هو لازم نخلي بالنا من الحاجه دي. مش حكايه حاجه، هو عشان تنجح في منتخب مصر هو الطبيعي ان انت كل اللعيبه هتبقى علاقتك بيهم كويس. مش صلاح بس، تريزيجيه ومصطفى محمد وكلهم، يعني مش هينفع مشكله مع اي لعيب سواء لعيب محلي او لعيب محترفين. مش بس احنا بنتكلم على ان ازاي تتحسن العلاقات بين كابتن حسام وبين احمد فتوح مثلا. بص انا وبين عمر كمال فاكر انت ما كنا بنتكلم على مشاكل يعني قديمه يعني انا بنقول لازم تتنحى عن كل حاجه. انا عندي نصيحه لكابتن حسام، نصيحه انه التصريحات تهدى شويه، تهدى يعني. انت حتى انت بتتكلم قبل ماتش كرواتيا المفروض الكلام فني، دخلت انت دخلت على الاهلي ودخل والزمالك لسه في مشكله وفي مشكله في صلاح، ما حدش يقدر على كده. فهدوء
هدوء عشان انت ماشي. انت قصدك التصريحات يعني بتاعت النهارده؟ اه ما تصريحات النهارده برضو، اما اعمل انت عايزه زي كابتن سيد ما بيقول. انت حسام بيرد على اسئله يا فندم برضو. لا ما هو انت ما هو حد برضه يتورط مع الصحفيين، ما انت عارف هو الصحفيين ورطوه. نص انت ممكن تقول النهارده هو كابتن الخضري يقصد، كان ممكن كابتن حسام النهارده يقول انا يا جماعه هتكلم عن ماتش كرواتيا بس النهارده، ويعمل اللي عايز يعمله. انا هقول لك يعني بعض المؤتمرات المدربين بتقول كده صح، تحس ان هي طالعه من جواه مش مترتبه. ما انا بقول لك احنا لسه، بس احنا كنا فين وبقينا فين. قصه ان انت حسام هدي جامد، تصريحاته بقت متزنه بنسبه كبيره يا كابتن، بس بلاش كلام كتير اسمع منه. هو فرحان يا فندم، الروح بتاعت تريزيجيه ومصطفى هو فرحان بيها. اتكلم فني، اتكلم فني، لكن النهارده بس هي برضه ليها برميه برضه. النهارده ما فيش اي حد اساسي ومش اساسي. حضرتك اللي جبت دي لا اكيد حسام مش في دماغه دي. لا 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 لا, لا انا بقول لك على النهارده انت جبتها انت دي متاكد انه لا ما اعتقدش حسام بالمخه ما يجيب لغايه كده قوي. لا صعب، ده حسام حسن الراجل ذكي وبخه يعدي كده. الموضوع خلصان من فتره يا كابتن، خلاص صلاح راجع، فمش محتاج حسام يرمي اكتر من كده. الموضوع خلصان، ربنا كرم البدايه كويسه دي قوي، فبلاش بقى نخش ايه انا هلعب اي حد اساسي وانا ما بجاملش. خلاص خلي الكلام في الملعب، بلاش يعني انا بلاش انا اقول ايه انا مش بجامل في الملعب، انا اي لعيب اساسي هيلعب ماليش دعوه الانديه في الملعب. فانت ليه استباقي؟ ليه بتحفز ناس او الكلام ده؟ اصل انا معاك، بس هو في ناس كتير يا استاذ خضري اتكلمت الفتره اللي فاتت فلان، انا مش هقعد ارد على كل واحد. بالظبط انا مش هقعد ارد. يعني انت دلوقتي انت تحس ان كابتن حسام بيبقى رد فعل بيبرر لنا كل مره، يبرر اللي ما خدش مفتوح ليه يا عم ما تاخدهوش خلاص انت حر، دي بتاعتك. هو كابتن حسام هو من جواه بيدرك ان هو دلوقتي هي شبح ايهاب جلال قدامه. ما انت المنتخب اللي هو المدرب الوطني دايما مالوش لا 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 حسام وراه جماهير كتير. لا لا ما هو انا بقول ايه لا لا انا بقول لا ايه يعني. هو انت ضامن انه ينجح؟ على الاقل هيقعد فتره طويله، مش اللي عرفك كده. لا النتائج مفيش كلام، ده هي النتائج اللي بتقعد وتمشي. النتائج اي مدرب اللي بيقعد يا فندم، اي حد في العالم النتائج اللي بتقعد 20 سنه والنتائج اللي بتمشي. بس انت هل تتوقع ما كانش فيها كابتن حسام البدري ده اللي استثنى؟ اتوقع ان الفرقه بتاعتك دي مش كويسه، النتائج قعدت نتائج ومشوا، دي الوحيد اللي عكس المعادله. فرقتك كويسه يا كابتن، فرقتك بشويه تنظيم شويه فعلا. لا مش روح. كويسه ايه؟ لا مش وحشين كعناصر، لا وماشي، لا وماشي جيل عادي جدا. انت معاك جيل عادي جدا، اما ترجع الجيل اللي قبليه او الجيل ده لاعب نهائي افريقيا مرتين. ما يلعب يعني ايه يلعب يا كابتن؟ انا بقول لك ما... انت كل حاجه اقولها لازم تعترض عليها يا كابتن عبد الجليل. انا بقول لك انا رايي انا رايي ولا تعترض يا عم؟ واصل اتنين نهائي يبقى وحش ازاي؟ مش وحش، انا بقول لك الجيل ده اضعف من اللي قبله، اضعف من اللي قبله جدا. اما يجي الجيل بتاع ابو تريكه وكابتن سيد معوض وائل جمعه ده يقعدوا على جنب. لا دول في حته ثانيه، دول جيل لوحدهم. الجيل ده كان يساعد. ما انا بقول لك انت القماشه يعني معقوله انت لو شلت صلاح او بتاع تلاقي مع احترامي للكل ما ها تمشي مفيش مشكله. يعني مش انا بقولش مش سيء، بس مش اللي هي الفز اللي يروحوا لابعد منطقه. مفيش مشكله. قصدك ان الجيل ده محتاج مجهود من كابتن حسام؟ طبعا جدا. ده الله ينور عليك، ده اللي انا بقوله عليه. انت في جيل محتاج ان المدرب يظبط حاجات كده بسيطه، لكن انت في الجيل ده لا محتاج شغل وشغل وشغل وشغل. طيب كابتن سيد، كابتن ضياء كان معايا من شويه على الهواء وقال لي يعني انا بنصح نصيحه بلاش افواره. في افواره فعلا بعد ما كسبنا نيوزيلندا؟ انا بشوف اللي بيضيع المدربين وبيخلص على المدربين شويه المطبلاتيه في كل ما يجي مدرب جديد يروحوا مدينه اول حاجه ده العالمي، ده اللي هيظبط الدنيا. ده اللي شفت وقفه الكابتن طبعا. ايوه ارجع 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 من اجيري. انت حسيت الوقفه فيها حاجه مختلفه؟ ما هو كيروش كان واقف على الخط، البتول واقف على الخط، واجيري واقف على الخط، كابتن حسام بدري يعني الوقفه مالها؟ مش بحس يعني مش عارف. انا بقول لك في بعض الناس سمعت التصريح ده؟ سمعت، بسمع حاجات كتيره جدا من وقت اجيري. اول ما يجي مدرب جديد هو ده يا جماعه بقى اللي هيجي هيظبط. اصبر شويه عشان تقدر تحكم عليه. زي فيتوريا. اقدر فيتوريا لحد قبل ما يمشي، لحد قبل كاس الامم هو عامل نتائج كويسه جدا وعامل اداء كويس. انما جيت على كاس الامم على البطوله الاهم بالنسبه لك ولا الهوى. وانا قلت لك انا فاكر فيتوريا اول ما بدا واتكلمنا قلت لك انا نفسي من النهارده يقول انا كاس الامم اعداد مظبوط. وكاس الامم اعداد صح. مش كاس الامم صح. هو مظبوط. الهدف بالنسبه لي عشان ما يجي للمرحله دي. قلنا كمان انه لازم كان ممكن يعدي عادي والبلان بتاعه ايه واللعيبه اللي هيدفع بيها ايه. انا النقطه دي برضو نفسي اسمعها من الكابتن حسام، ونفسي الصحفيين اللي بيسالوا السؤال ده
قول لنا البلان اللي بتاع 3 4 سنين جايه. انا ماليش دعوه فتوح الضم ما اتضمش، مين راح المنتخب مين ما راحش، انا عايز اسمع حاجه وحاجه يعني حاجه تكون صحيحه ان بكره في كذا، احنا الفتره الجايه المنتخب هيبقى كذا، بعيدا عن الاسماء حتى. انا هوصل برضه يا كابتن سيد، انت كل ما تتكلم كتير هتخش في متاهات، والصحفيين ما انا الشباب انا طبعا ادرى مني وعارف انا بتكلم في ايه، هاخدك انت ما تلعبش عبد الجليل ليه؟ واشمعنى سيد معوض؟ واشمعنى هتندرج في القصه دي مش هتخلص، مش هتركز في شغلك، هتخش في مويل. على الاقل في المؤتمر اللي بعد الدوره اللي انا بتكلم فني يا جماعه، افتح كل الكلام، لكن خلال البطوله اتكلم بس فني، ده اللي يقصده الخطيب. في الماتشات هاخد كابتن عبد الجليل لمروان عطيه، هطلع فاصل وبعدين هتكلمنا عن مروان عطيه، هل فعلا مروان عطيه تطور مستواه مع المنتخب جدا؟ أداؤه الهجومي اختلف، شفنا له بيزيد بقى بيشوط حتى مع الاهلي يعني. يرتبط بالمدرب اللي ماسكه. مقتنع بيه، خد بالك انت قلتها من فتره وانا مقتنع بيها دلوقتي. كولر من ساعه مروان ما عمل له كام كارثه كده ومش مقتنع بيه قوي. مروان لما يحس المدرب عايزه بيأدي وبيبدع. طيب خلينا نطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هنتكلم عن تطور الاداء بالنسبه لمروان عطيه. أنا قبل ما نتكلم على مروان، هل يجوز ليا إن أنا أحط النني كتب إيه وصلاح قال عمل إيه وقارن ولا طبعًا ولا كده أبقى أنا لا وحش؟ ليه؟ لا مش وحش، لو واحد كابتن محمد النني عمل بوست قال كل التوفيق للمنتخب المصري اليوم، ده يوم الماتش يعني، وحاطط صورة المنتخب وده على الأكونت بتاعه، وصلاح تجاهل الموضوع ده تمامًا وعامل ستوري خاص بتدريباته هو فقط في الجيمنازيوم. في تعليق يا كابتن سيد؟ هي حاجه كويسه منني بس مش حاجه وحشه من صلاح، واحنا مش هي النقطه، مش هو صلاح مش كل حاجه بيعملها فهي ضد المنتخب او ضد. لا احنا بنقول بمناسبه المنتخب كان بيلعب في ولايه جديده، هو مش موجود، مهنني برضو مش موجود، مثلا صلاح بينزل متابعات ليه لمسلسلات رمضان، ما بينزلش متابعات ليه للمنتخب، النني بينزل، يعني هل دي مقارنه ولا ده طبيعي؟ يعني اعتبره طبيعي؟ طبيعي، ما انت ما تقعدش بقى تشتمني طول النهار بس كده بس، لكن هي خلي بالك النهار وتيجي تلاقيني في البرنامج عايزني ابقى اقعد اقول شبانه حبيبي ده شبانه احسن واحد في التاريخ. انت تطلع كل يوم انت بتنفضني بقالك 5 6 شهور عمال تنفض فيا وانا ما بردش عليك وساكت، فخلاص انا ساكت، دي ما فيهاش حاجه يعني السكوت ما فيهوش حاجه، انما مش مطالب ايه هو ايه علاقتك بشبانه؟ ماليش علاقه بشبانه. وهل هو صلاح بس زعلان من الكابتن حسام او كابتن ابراهيم في التصريحات؟ انا عايز اكلمك في ده يا كابتن، ما تعقلش الجماهير كلها، هاجي لك دلوقتي، ولا برضه زعلان من الجمهور برضه لان هم حصل زيطة عليه؟ هو زعلان، هو زعلان من الكل، بس انت لازم تقارن، لازم تقارن، مش طبيعي ان صلاح ما يتكلمش، مش طبيعي ان صلاح ما يتكلمش طبعا. نتكلم انت في الظروف العاديه اي حاجه دعم، لكن برضو دعم طبيعي، لكن برضو ما هو صلاح برضو ما هو اللي يرجع لايام بطوله الامم الافريقيه متاخد فحت ورد لغايه بعد الماتش برضو في تلميح، في تلميح، طب ما نفتح صفحه جديده يا جماعه، احنا هنقعد في العك ده لغايه. خد بالك ده بيتواكب دلوقتي مع كل اللعيبه اللي بتعمل معاه لقاءات في رمضان يا باشا، بيتكلموا على صلاح بشكل ايجابي جدا جدا جدا. هو صلاح اهم لعيب ايجابيا على منتخب مصر، يعني تصريحات كهربا، تصريحات كله سمير، كله تصريحات كله لا استنى، تصريحات الغير دوليين وكهربا و لا ومام عاشور اللي مش في المنتخب. طب كهربا كانت منتخب لغايه اول كان بقى. انا بقول دلوقتي كان هو من سنه 87 يعني يا فندم انت لا مش بس لو حد اتسال من اللي موجودين في المنتخب هيرد نفس الرد يعني لا يعني هل دي الحقيقه دي الحقيقه هل مصطفى محمد بعد ما كان يجيب الجون يقدر يعمل تيشيرت صلاح ولا بتاع؟ لا هيعمل عادي، عملهاش ليه؟ لا هيعمل، عملهاش ليه؟ لا عشان ده ماتش ودي، اصله كمان ما هو صلاح موجود، ملوش دعوه صلاح دلوقتي، يعني صلاح موجود مش معناه ان مصطفى محمد. ما انا بقول ايه، انا بقول ان انت زي تقول في حصة يعني برضو ايه يعني الجهاز يزعل من الكلام ده، مش الجهاز يزعل، ما نخلص من القصه دي. لكن علاقه صلاح يا جماعه لازم يبقى موجود، امره منتهي. لا ما هو ماشي، بس صلاح علاقته باللعيبه واضح انها ايجابيه جدا جدا، مش كده كده؟ طبعا ما فيهاش كلام، ده قصدي، ما فيهاش كلام، انا قصدي تاني خالص، قصدي ان يبقى فيه لا ده الجهاز ممكن يزعل، كابتن حسام ممكن يزعل، ما نخلص من الكلام ده. تمام، لكن طبيعي، اخيرا طبيعي اللي عمله صلاح طبيعي. طبيعي طبعا كابتن عبد الجليل. لا يعني ان انت تآزر زمايلك، انت زعلان من الجمهور، بعض الجماهير ان هي هجمتك، بعض الناس اللي شككت، بعض انت دي النجوميه
والنجوميه ضريبه لازم يسمع كده ويسمع. ما هو انت وانت كويس بيقولوا كويس، ففي بعض يقول لك بيشككوا، فما تعاقبش كله، لا على الاقل كان لازم يدي دعم للمنتخب مبروك. طبعا طبعا مهما كان زعلان او ده زعلان ده، لا انت عارف البوست ده يخلص كل حاجه يعني. لو كان عمل بوست صح صح لا لا كانت كل حاجه خلصت. هو مبروك على ايه بس؟ لا 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 يعني لسه ما فيش حاجه، لسه ما فيش حاجه، هي ما فيش حاجه على فكره. دي بطوله وديه يعني، عشان برضو ما نكبرش الموضوع، دي بطوله وديه سواء المنتخب كسبها او خسرها فهي بطوله استعداد لماتشات تصفيات كاس العالم. دي النقطه. النقطه برضو شهاده حق، احنا اول معسكر لينا صلاح كان متعور ورجليه كانت في كبيره انكر رجله، وجاء قعد 3 ايام في المعسكر. ايوه بس فدي حاجه بقى كان انت بتدي مثال. اكمل لك بقى حاجه تانية. لم يتكرر. اعد بقى كم لعيب دلوقتي عالمي الفتره اللي فاتت دي في التوقف الدولي ده ما راحوش منتخبات بناء ان هم راجعين من اصابات. دي بروين راجع من اصابه، ما راحش كذا لعيب في فرقته، ميسي كله نفسه. بيستنى عادي على فكره، ممكن ان انت ما تروحش معسكر لان انت راجع من اصابه. ده ممكن اخر ماتش ليه مع انتر ميامي 3 4 ماتشات غير قبل الماتش ب 3 4 دقائق وقال لك اصله عنده اصابه طفيفه وما راحش. دي بروين لعب الماتشات كلها وما راحش المعسكر عادي وباذن من المنتخب وموجود بعد كده. فهي الموضوع انا شايفه طبيعي، بس احنا مكبرينها شويه. والنقطه الاهم برضو في الاول والاخر لازم يبقى ليها عنوان ان صلاح هيبقى موجود ان شاء الله في منتخب مصر ان شاء الله. طبعا كابتن عبد الجليل مروان، اداء مروان زي ما بقول لك، مروان لما ابتدى مع الراجل في الاهلي كان عامل موسم كولر. الاول كولر كان عامل موسم قوي قوي، كان هو وعلي ديانج وحمدي ديانج وحمدي كان عاملينها كويس قوي. وقبليها في الاتحاد السكندري مروان ده كان ماسك نص ملعب الاتحاد، كان ثقه المدرب فيه. لما ابتدى كولر شويه كان مستوى مروان نزل شويه. لما راح لحسام انا عارف بيحب النوعيه دي. لا خد بالك مروان طالع على ايدين كابتن حسام حسن في الاتحاد السكندري بالظبط كده. يعني مش عايز اقولها دي عشان برضو الواد بيلعب يعني بمجهود من ضمن قناعاته باللعيب ان هو يعني كان طالع على ايديه لما كان مدير فني في الاتحاد. ودي بتبقى مريحه للمدرب، يبقى عارف امكانيات اللعيب دي بتساعده، بالذات لما يكون لعيب خلاص يعني مروان داخل في النجوميه السوبر يعني هيبقى خلاص لعيبه فعلا تقيله. فمروان انا مقتنع ان هو نفسيا لما بيبقى مع المدرب بيأدي. امبارح مروان ماسك نص الملعب، هو كان لوحده في الاول لان قفشه بيطير وامام بيطير، فهو في الحته دي بذل مجهود كبير امبارح قوي. والكره كمان اللي حطها طبعا، الكره اللي حطها بوش رجله الخارجي دي في العارضه دي مش اي حد يعملها يعني. الهاف فولي دي بالخارجي صعبه. كابتن سيد دايما كنت بتقول انه لازم اللعيب في خط النص او الوناج بالذات يكون عندهم حاجه جديده يعني، دايما عنده تطور في الاداء. الوينج لازم يقطع يخش لجوه يرقص واحد واحد، لازم يرقص، عنده سرعات. لعيب نص الملعب لازم يخش ويزيد ويشوط ويعمل وانتوهات وسروهات والكلام ده. هل مروان تطور في الحته دي؟ مروان عطيه لا يعني هو كلاعب نص ملعب هو تطور، انما هو ملوش علاقه بناحيه الوينج يعني. لا انا بتكلم على المكان يعني نفسه، ان اللعيب في نص الملعب برضه لازم يبقى بيحصل تطور في ادائه. اي لعيب بيلعب وخصوصا ان هو بيلعب سته، اما يكون بيدافع بشكل كويس، بيعمل باص بشكل كويس، بيطلع بالكوره بشكل كويس، وبيقطع بشكل كويس، ده كله بنسبه 90% مطلوب. اما يبقى عنده زياده حته التصويب كمان فدي بتبقى ميزه كبيره. انتوا في جيلكم كان مين رقم سته بيعمل ده كويس قوي؟ حسني؟ لا كان شوقي. كان حسني هو اللي يعتبر، هما احنا كنا بنلعب باثنين وقدامهم ابو التريكة. فطبعا الاثنين كان معظم الوقت حسني متقدم شويه عن شوقي، واللي كان بينجح حسني، يمكن حسني جاب جوان كتير اكتر من شوقي، بس سبب نجاح حسني هو وجود شوقي. لو شوقي مش موجود وما بيجيبش الكوره بسرعه هو اصلا الكوره مش هتوصل لحسني ومش هيريحه حتى في الناحيه الهجوميه. فدي كانت بتفرق بشكل يعني، احنا كنا اقرب لناحيه ان انت بتلعب بواحد وحواليه اثنين يعني. ابو تريكه نفسه كان بينزل، حسني بيتحرك على جنب، فبتلاقيهم ثلاثه واحد زي الطريقه بتاع دلوقتي اللي انت بتلعب بيه، اللي مروان وامام وقفشه. فهي النقطه نجاح الطريقه دي او نجاح اللعيب اللي بيلعب سته بتقوم على اللعيب رقم سته. اللعيب رقم سته يكون عنده، لو عندك لعيب رقم سته ما بيملى الحته دي ازاي؟ لو ما بيقطعش الكوره كل سنه طيب انت اصلا ولا الهوا. لو بيطلع بالكوره ببطء هتلاقيك الهجمه بتاعتك اصلا ماشيه بالراحه ورتمك، وده اللي حصل في كاس الامم. احنا في كاس الامم نشوف الريتم بتاعنا كان عامل ازاي. عقبال ما بتطلع بالهجمه بتاخد وقت كبير جدا. فدي نقطه مهمه يعني، انت دخلتناها في موضوع ان اول حاجه منتخب مصر لازم تبان عليه ويبان فرق المدرب الريتم.
لو لقيت منتخب مصر ريتمه اسرع، كل لما ريتمه اسرع هتلاقي الكره يعني هتتفرج على كره كويسه. والريتم السريع ده بيجي من حاجات كتيره جدا، اولهم ان يبقى في عدد من اللعيبه الصغيره موجوده في الملعب، هم دول اللي بيدوا لك ريتم وسرعه. اي لعيب صغير بيدي لك ريتم وسرعه. فانت الحسابات كلها الفتره الجايه من وجهه نظر يعني هتشوف مين اللي هيدخل على الفرقه ومين اللي هيدي الريتم ده. هو الناس كلها بتتكلم على امام عاشور ليه الفتره اللي فاتت عامه في المنتخب او في الاهلي؟ لانه مؤثر وسرعات وبيدي ريتم، يعني الكوره ما بتجيش عنده زي زيزو السنتين اللي فاتوا في الزمالك. اول ما الكوره بتيجي عنده في ريتم شغال، في سرعه، مش حد الكوره بتجيله بيقف عليها ولسه بيفكر وياخد وقته. لا، انما دول عندهم ريتم. فاللعيبه اللي عندها ريتم هتلاقي كل الناس حابه ادائها وحابه تشوفها في الملعب. فما يزيد عدد اللعيبه في الملعب يكون عندهم ريتم هيفرق مع منتخب مصر بشكل كبير. ليك تعليق على دي بالمرات القليله اللي بنشوفها منتخب مصر ولا لعيب من الزمالك؟ لا في البدلاء، لا دي مش الولايات القليله ولا دي في تاريخ، مش كده؟ في تاريخ من ساعه ما اخترع كره القدم بجد والله، من ساعه ما كره القدم دخلت دخلت بقت لعبه بقى تحدى اول مره في التاريخ. بس في الاخر حقه، في الاخر بتاعته. بس طبعا ده مش عارف هل يعني هل يعني العيب بقى في اللعيبه العيب، لكن هو من حقه ان هو ان شاء الله كان يجيب بس ده في نفس الوقت ده ممكن تبقى مسج لعيبه الزمالك. لا مش كده، ما تجيش يعني هو كابتن حسام عمل كده عشان تبقى مسج يعني. لا لا يعني 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 لازم اللعيبه برضه تثبت نفسها وتجبر حسام حسن على ضمها. لا ما هو هو ما هو اصل انا ايه الاختيارات دي بتاعته؟ ما انا هقول لك ثلاثه اربعه كده ما يعدوش جنب المنتخب في الاختيارات دي. اه طبعا طبعا، بس بتاعته هو 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 اللي هيتحاسب هيدفع الفاتوره في الاخر. لكن هو لو كان عايز كان يقدر ياخد اثنين ثلاثه. هو حسام مره حد من الجيل ده في الزمالك لما ماسك الزمالك؟ لا لا، ما شيكابالا بس. شيكابالا بس اصلا مش شرط ان يكون مرن، هو مرن اللي بتاخده يعني دلوقتي في الاهلي. لا مش القصد يعني ما قالوش غير مران عطيه، لكن هو 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 هي بتاعته. مرن عمر جابر؟ لا هو مرن دوم بيراميدز. مرن لعيبه كتير، لكن زي ما قلت لك هو في 3 4 مرن فتوح في سموحه. مرن لعيبه كتير في يعني يعني هو انت شكر انت لسه بتشوف شكر مشروع لعيب دولي ولا لا؟ وعندك لعيب دولي فتوح مثلا، يعني على الاقل كان فتوح فعادي. لكن في الاخر حسبته حسبته حتى هو يبدا بحمدي. ما احنا قلنا طب انت طب هو حمدي هيلعب الماتش اللي جاي بالك يا استاذ خضر، الثلاث كور راحوا لحمدي لوحده فاضي خالص. لا مش هيلعب يا كابتن عبد الجليل، مش هيلعب مش هيلعب موقوف. طيب انا بلعب سيبك من موقوف فتوح في الحته دي. هل حمدي هو كويس اصلا؟ يعني دي الاهم. انت اللي تجاوب، انت اللي تجاوب اللي انت عايزه. يعني بعد انت اللي تجاوب بعد كاس الامم، انت اللي تجاوب والاداء في كاس الامم. انت شايف ان هو هيديك في الحته دي وهو اللي سيد الثلاث كور اللي جوله هو فتح الملعب دي؟ هو لعيب كويس، هو لعيب كويس، هو لعيب كويس بس عنده هو مجتهد بس مش مش عنده ليميت ما بيعدهوش. كرييتيف يعني مش مبدع يعني فهي النقطه ما يديكش حاجه جديده. المنتخب بيبقى وضعه مختلف شويه عن الانديه بكتير. يعني انت انت بتبقى محتاج لعيب. طب بالمناسبه لو قلت لك طب لو قلت لك يا خضر رتب لي فتوح حمدي شكري، رتب لي الثلاثه انت قلتهم زي ما انت قلتهم. يعني حمدي قبل شكري يعني بخبرته؟ اه طبعا خبرته. انا لسه ما شفتش شكري. خد بالك ان حمدي دفاعيا قوي. اه لعيب لعيب كويس طبعا يعني. حمدي دفاعيا قوي يا كابتن. نفس الترتيب فتوح حمدي شكري؟ لا مش نفس الترتيب. انا عامه ما بحبش اللعيبه المزاجيه، انا ما بحبش اللعيب النهارده كويس يوم السبت فتوح بقى توصل. اه يوم الاربعاء الله اعلم مزاجي. لا ما فيش لعيب كوره كده يعني، ما فيش لعيب مؤثر ومنتج يكون كده. اه يعني اللي هو انا حسب مزاجي النهارده هبقى كويس. الكلام ده لازم فتوح يبقى عارف. اه ان المزاج ده مش للعيب دولي. ممكن في بعض الانديه بتاع تمشي، انما اللعيب دولي هي الاستمراريه. اللي هو انا معسكر دلوقتي امتى؟ في شهر 3. الطبيعي انا لو عندي لعيب مستقر وضامن مستواه بنسبه 100% عارف ان هو هيلعب في شهر 6 موجود معايا في شهر 6. يعني لو مفيش اصابه فانا عارف ان هو هيديني نفس المستوى اللي انا عايزه. الاستقرار اللي انت بتتكلم طبعا عنه. انما انا يعني فتوح ما فيش في شهر 6 ان مزاجه مختلف فيبقى مش موجود اصلا. انت فتوح من بعد كاس الامم مش اللي فاتت اللي قبلها شفته بيلعب على يعني خطأ. طبعا طبعا بيجيب كتير. هي طبعا مع انه كان حتى مع الزمالك مفنش كاس الامم من احسن اللعيبه من احسن اللعيبه في منتخب مصر ومن المؤثرين جدا وسبب رئيسي. لا واحسن باك ليفت في افريقيا لصعود منتخب مصر للفاينل للفاينل ومن الناس اللي ادت اداء عظيم ولعب على احسن لعيبه في العالم في الفتره دي. فهي النقطه بعد كده يعني ما هي هي طب رتبهم لي
انت قلت لا، انا قلت فتوح حمدي. لا انا بشوف شكري. مش حكايه ترتيب، انا شكري لازم تشوفه يعني ماتش زي اللي فات ده يعني ملوش معنى ان انا العب حمدي، ما اشوف شكري هو كويس ولا لا، يعني عنده البدايه الدوليه ولا لا. فماتش زي ده يعني انا هشوفه في كرواتيا اكيد مش هشوفه، ما لعبتوش نيوزيلندا فاكيد مش هشوفه في كرواتيا. فدي النقطه، انا بشوف الماتش اللي فات. بس هو على فكره كان راجع من اصابه يعني، وشكر يعني اليومين اللي قبل الماتش كان حصل له حاجه في التمرين فريحه يوم، وتاني يوم نزل في اخر التمرين كده شويه، وبعدين الخميس اتمرن ممكن بقى. يعني التلات ما اتمرنش تاهيلي بس حوالين الملعب، الاربع اخر جزء في التمرين، انا بقول لك بالظبط بالمواعيد، الخميس اتمرن الجمعه كان الماتش، فربما يكون دي برضو الكابتن حسام حطها في اعتباره ممكن زي ما كنا، فكان مجبر انه يدفع بحمدي ممكن برضو. ممكن بس زي ما اتكلمنا على يعني. زي ما بنتكلم على شكري دلوقتي يعني، من قبل ما حمدي يلعب مثلا 10 ماتشات دوليه كنا بنتكلم ان حمدي لازم ياخد فرصه ليه؟ لانه كان ماشي في الدوري كويس فلازم يتشاف شكري. فهو بعد ما عدى ال 10 ماتشات فدلوقتي انت لازم تقيمه صحيح. هو مناسب لمنتخب مصر ولا مش مناسب صحيح. مش مناسب هبدا ادور على حد تاني ادي له فرص. على فكره مش حمدي بس، في ناس خدت فرص كتيرة مش مناسبة للمنتخب. ازاي؟ يعني انت محمد هاني ده لازم 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 تدور على باك رايت. بس ايه صغير؟ اخترع باك رايت. واحنا برضو كابتن سيد كابتن سيد من هنا برضو قال لك من بدري خالص مع فيتوريا، ما تشوف يا عم انت عندك مشكلة في باك ليفت. انت قصدك محمد هاني ما تجيب في الدوري. ما يشيلش ما ده ما تشوف. يا مصر يا كابتن ابراهيم حسن، كابتن حسن مؤمنين بقدرات محمد هاني خلاص اكتر من لعيبه المنتخب يا فندم، هم معرين. انا بقول لك انا لا انا بتكلم على تصريحاتهم. ما انا بقول لك لا انت شوف، ما انا بقول لك انت لو كده لا ما تشوف. شوف يا سيدي، ما انت عمر كمال مش عايزه، شوف لنا باك رايت. ما في اكرم موجود انضم. انت شايف ان اكرم ينفع باك رايت؟ خلاص هو اصله باك رايت. هم كده خلاص لا مش اصله باك رايت. مع الاهلي نجاحاته كلها باك رايت. نجاحاته اللي هي فين؟ يا راجل ده كان منتخب مصر قبل ما يتصاب. لا اكرم لعيب خط اكرم مش اكرم ما يشيلش كان يا خضري وقت الكابتن شاور اكرم الباك الباك اللي على الطرف ده يا شباب بيروح والكروس بيعمل كم ماتش في كم كروس في مش بتاعته لكن انت هتلاقي ازاي شكري هتلاقي هتجيب. ما هو انت برضه نرجع الاول، ما هو ده منتخب فيتوريا ايه الجديد؟ طب انت هاني ما يشيلش؟ لا طبعا ازاي يا كابتن؟ طيب لو ما شالش مين اللي يشيل؟ ما فيش باك رايت في مصر. هاني بخبرته طب اصيب حد هيجي مكانه ولا لا؟ لازم يدخل حد تاني معاك طيب. بس انت انا بتكلمك مين الاساسي اللي طيب يشيل دلوقتي؟ انا بقول لك دلوقتي بالنسبه للناحيه الثانيه لا، انا بكلمك لو فتوح عنده نص التزام حمدي كان فتوح ده هيبقى في حته ثانيه بجد. امبارح ثلاث اربع كور اول امبارح جمله حمدي لوحده، هي دي المهاره. حمدي ورا كابتن بيقفل كويس قوي والتغطيه كويس قوي انما فتوح عنده الحته دي مهاريا يوصلك في ثانيه، ممكن يعمل لك حلول يعمل 1 2. فانا بشايف ان فتوح لا يعني ده نمره واحد. حمدي بخبراته وحمدي ان هو يثبت على ليفل اعلى من كده زي ما سيد قال هي امكانياته. عارف انت لما بيطلع بعد نص الملعب في غريق مالكش طول ارجع تاني. فانما فتوح عنده الحته اللي قدام دي عاليه قوي مع شويه التزام لا هيبقى باك ليفت مصاب. كابتن سيد متوقع الكابتن حسام يغير في التشكيل قدام كرواتيا؟ لا ما اعتقدش يعني هيبقى معظم العناصر يعني هو كان باستثناء حجازي متهيألي هو اللي كان ممكن يدخل على الفرقه المباراه دي، ان معظم العناصر هي اللي هتشارك اكيد يعني لان مباراه كرواتيا اكيد اصعب بما فيها قفشه يعني خلي بالك دلوقتي اصابه امام يعني حمدي فتحي طبعا. كان ممكن يبقى هو التالت فدلوقتي صحيح. ممكن يبقى قفشه برضو يلعب عدد معين من الدقائق برضو ممكن 60 دقيقه طريقه اللعب بعد كده يعني تتغير. راجع من اصابه برضو فعشان يديله ماتش زي ده مش سهله. ما زي ما انت قلت هو لسه راجع من اصابه يعني هي النقطه برضو ان في عدد كبير من اللعيبه راجعين من اصابه يعني كوكا وانت زي ما بتقول شكري فكلهم دول متواجدين. مش هيغير في التشكيل اكيد. لا بس برضو مرموش وتريزيجيه يا اخي انت خدتها من على لساني ده انت فضل. انت قريت عينيا ولا قريت طبعا انا قلتها قبل كده ان يلعب هنا مكانه احسن الناحيه الثانيه بيأدي يعني شوف مرموش لما راح الناحيه الثانيه بيوصل للجون بس مش عدلته بيعملها كده فوق بس العدل. خد بالك في نقطه برضو اللي هو الجانب الدفاعي بتاع الوينج اللي بيأديه بشكل افضل الكابتن حسام هيعتمد عليه يعني اذا مرموش او تريزيجيه بيأدي جانب الدفاع افضل من مصطفى فتحي هم اللي هيلعبوا. هو بس في حاجه مرموش هيقدر مصطفى فتحي هي
ايه حكايه الدقيقه 88 دي؟ ده 92 كمان يعني، دي اهانه يا جماعه، ما تلعبوش، انت منزله الدقيقه 90 يعمل ايه؟ لا 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 ما توصلش بس لاهانه الكلام إيه؟ ده يا اخي لا، هو هو ممكن يبتدي بيه الماتش الجاي. بص كابتن عبد الجليل اي حاجه لازم اقول لي لا لا ده مصطفى فتحي، انا منزل لعيب، انا بقول لك مصطفى فتحي كان في الزمالك اهو، انت بتنزل لعيب، لا انت بتنزل لعيب الدقيقه 90 يعمل ايه؟ كابتن اللعيب ده جندي في المنتخب ينزل دقيقه، دي الدنيا ما فيش حاجه اسمها اهانه، ما فيش حاجه الكلام ده، ده منتخب مصر. انا شايف ان الدقيقه 90 دي يعني انت كده بتين اللعيب او خلاص ما تلعبوش خلاص. وكانت من فيتوريا برضه، هل مصطفى فتحي ده انت شايف ان هو يلعب دقيقتين؟ ما كنتش تاخده. انا شايف ان مصطفى فتحي ده ياخد له ثلث ساعه يا سيدي، لا هي هيبقى منطق، هي هيعمل شغل مع فرقه زي نيوزيلندا دي، لا يلعب. بس هو هو الجانب الدفاعي ده اسال فيه كابتن سيد، هل الكابتن حسام مش بيبص للنقطه دي؟ يعني مصطفى فتحي دفاعي تريزيجيه افضل ومرموش افضل دفاعي، ممكن يكون مصطفى افضل هجوميا اكيد. لا وهي النقطه برضه يعني انا بشوفها من اتجاه تاني، ان انت مش عايز تخسر واحد من مرموش وتريزيجيه، ما تحطش واحد رقم واحد او رقم اتنين من بدري. انت فاهم؟ بس هو الطبيعي واحد فيهم اللي هيلعب في وجود صلاح وكده كده الناحيه دي معجوزه يعني. اه فهي النقطه ايه، مش عايز تخسرهم من بدري، ابدا ابقى لعيب يقعد احتياطي مع اول ماتش ولعيب محترف وماشي بشكل كويس، خصوصا الاتنين كويسين بامانه ماشيين بشكل كويس، مرموش مادي اداء قوي جدا، تريزيجيه من احسن الفترات من وقت كاس الامم لحد النهارده، اكتر لعيب بيجيب اجوان واكتر لعيب بيعمل اسيست ومن احسن لعيبه في الفرقه، فانت صعب برضو تقعد حد فيهم وخصوصا في غياب صلاح. يعني انت لو عندك صلاح كنت ممكن تلعب حد واحد فيهم والتاني يلعب الشوط التاني، انما في وجود في عدم وجود صلاح محلوله يعني. مصطفى فتحي لعيب كويس جدا ومن الناس المؤثره جدا، بس في بعض الماتشات زي ما انت قلت الناحيه الدفاعيه هي اللي هتخلي المدرب يختار حد تاني. فكره انا بس بوضح، انا ما بقولش مصطفى فتحي يلعب على تريزيجيه او مرموش، بس انا بقول ياخد ربع ساعه، ياخد ثلث ساعه، ياخد ما ياخدش دقيقتين، ممكن يبتدي بيه الماتش الجاي ما ياخدش دقيقتين. بس اقول لك حاجه يا استاذ بنا، انت بتتكلم على الحته الدفاعيه، هو صلاح برده ما بيرجعش يدافع قوي، انت لازم برده تبص لحلول ان حد يقفل. صلاح يعمل اللي هو عايزه، ما انا فاهم صلاح يعمل اللي عايزه بره الكوره، اه الملعب حاجه ثانيه، صلاح يعمل اللي هو عايزه يعني، ما انت عارف صلاح ده حمله دفاعيا يا كابتن، هيعرفوا امتى يا اما يبطل، هنقعد 100 سنه ثانيه يعني، احنا كجيل مش هنلحق واحد ثاني زي صلاح كده، اكمل بس فضل. مش هنلحق واحد يقعد نقعد نتفرج على الدوري الانجليزي واوروبا وبتاع، هنقعد بقى كده ايه احفادنا بقى اللي بيبداوا يتفرجوا بجد. دي حقيقة. طيب قبل ما اختم، لان خلاص بقى لنا دقيقتين، طب قبل ما اختم عايز اقول حاجه على رمضان. رمضان مش في حسابات الاهلي، بين رمضان مش في حسابات الاهلي، خدها مني ماشي يعني. اوكي مالك ايه الخبر ايه؟ لا 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 احنا بنقول ان هو انت زي ما انت قلت افيد للزمالك، هو أيوة هو افيد للزمالك، هو افيد للزمالك، افيد للزمالك، انا بقول افيد للزمالك، انا قلت ان هو افيد للزمالك. ده حقيقي، انما الاهلي بيحب يقوي الحته دي طول الوقت، آه نص الملعب يعني، لما يترشح بخوينا يترشح بالرمضان، بدليل ان هو لسه عايز لا لا طبعا ده لسه الراجل عايز تاني نص ملعب، ما انا بقول لك الراجل لسه عايز لعيبه في نص الملعب. امام عمل تويته بيقول حسد، يعني عمل بوست على انستجرام قال لك اعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين اللي بيبصوا له، حسب الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء، شكرا لكل حد سال عليا وما عرفتش ارد، شكرا لكم، بالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي. انت بتؤمن بالفكر ده يا كابتن سيد؟ بالحسد عامه؟ اه موجود طبعا. امام محسود؟ ده هو مقتنع انه محسود يعني هو الولد لا الاصابات دي قضاء وقدر يعني، يعني كل حاجه نصيب زمانه يعني، جابوا له الرقوه في المستشفى، لا كل حاجه نصيب يعني، هو التوقيت ده مكتوب ان انت تتعور في الوقت ده صح؟ اه وده حتى لو فين وياما لعيبه يعني، اكرم توفيق وصليبي مع المنتخب ده صليبي يعني، في لعيبه صليبي ما وينش صليبي، مصطفى شوبير جات له وهو بيتدرب دايما في اوج مجدهم بيجي لهم، فدي يقول الحمد لله وسيبوا بقى من الحاقدين، سيبوا هي خلي بالك تبقى الحمد لله وكفى بس طيب. انا هختم بزياره منتخب كرواتيا بسرعه للاهرامات، ومودريتش برفاقه، بص 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 ده يعني زياره، وده دي من الحاجات اللي البطولات اللي زي دي بيبقى النقاط الايجابيه. وعايز اقول لكم انه الفيدباك على مستوى العالم في الوكالات والمواقع واللعيبه نزلت صور على السوشيال ميديا والكلام ده غير طبيعي. طبعا منتخب كرواتيا منتخب كبير، تالت العالم اللي فات، وكان وصيف بطل العالم الدورة كاس العالم اللي قبليها، يعني من المنتخبات اللي اخر 10 سنين مصنفه من الاربعه الاوائل على مستوى العالم يعني تاني عالم ثم تالت عالم. الوكالات قدامنا صوره مبهره، واخدين الصور بهذا الشكل، صوره مبهره طبعا، ودي من ضمن الحاجات الحقيقه اللي بنستفيد منها جدا
وبنعتبرها نقاط ايجابيه ومهمه جدا للسياحه المصريه، وده الجانب او الوجه الاخر لتنظيم بطولات كبيره واستضافه منتخبات كبيره او لعيبه كبيره، ان انت بتساهم في انتشار قطاع ونجاح واظهار نقاط ايجابيه لقطاع اخر مهم اللي هو الجانب السياحي. ليك تعليق يا كابتن سيد على ال حاجه ايجابيه، ويعني انا بشوف ان هي بطوله تنظيميا ده افضل حاجه ما في البطوله، سواء في الملعب سواء كل حاجه كويسه. شفت الارضيه عامله ازاي والشكل عامل المبهر يعني، فلازم نستغل الحدث ده، واحنا الحمد لله مستغلينه كويس. بس النقطه برضو اللي هرجع لها، استغل صلاح كويس في الحاجات دي برضو. انا بس النقطه كنت لسه هقول لك، هو صلاح ليه ما راحش الهرم ونصورها؟ ما حصلتش صح. يعني جبنا ميسي وجبنا كريستيانو ونزلها على صفحته. طب ليه صلاح صحيح ما بنستخدموش في الحاجات دي؟ مش فاضيين احنا شويه. حدش قال اول نتمنى المره الجايه ما نقول لصلاح روح راح الهرم وروح المتحف ويتصور في الاماكن دي. كابتن سيد شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك، نراك ان شاء الله قريبا. كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا، استاذ احمد الخضري شرفتنا ونورتنا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر بمشيئه الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.